تلتزم الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بإنفاذ القانون في كافة إجراءاتها في الوقت ذاته تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، مما جعلها تمضي إلى مراحل متقدمة ومبادرات بناءة في مجال النهج الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء. مبادرة عدة تطرحها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تؤكد أن حقوق الإنسان واقع وممارسة. ففي ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا وما تتطلبه من إجراءات وتدابير احترازية، وفي خطوة متقدمة تؤكد الالتزام بحقوق الإنسان، يأتي اعتزام الإصلاح والتأهيل ترتيب زيارات للنزلاء الذين تلقوا التطعيم المضاد للفيروس على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم قد تلقوه أيضاً، وهي خطوة تشجيعية تعكس حرصاً على صحة وسلامة النزلاء وفي الوقت ذاته طمأنة أهاليهم على ظروفهم وأحوالهم، حيث يتلقون رعاية صحية متكاملة بإشراف كوادر طبية متخصصة بإشراف من فريق البحرين الطبي. تعنى إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية في وزارة الداخلية بتقديم رعاية صحية متكاملة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال عيادات متكاملة تقدم رعاية صحية متنوعة من عيادات طب عام، طب أسنان، وأشعة تشخيصية وتحاليل مختبرية على مدار الساعة. أما وصولاً لموضوع جائحة كورونا، تم البدء في نشر التثقيف الصحي بين النزلاء والمحبوسين والعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل لأهمية إجراءات التباعد الاجتماعي وأخذ الإجراءات الاحترازية، وعليها تم توفير جميع المتطلبات من ماسكات، من بدل للوقاية، من قفازات، من محاليل معقمة، وصولا لإجراء محاضرات للتثقيف بين النزلاء، وعليه تم البدء في عملية إعطاء اللقاح لجميع النزلاء الراغبين في أخذ اللقاح. والحمد لله كان الإقبال بصورة عالية، وفي وجود تنوع من اللقاحات ذولك بالتعاون مع إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا. وبعدها تم إنشاء مبنى للعزل للتعامل مع الحالات اللي يثبت إصابتها بالمرض، وكلها طبعا مطابقة للبروتوكولات المتبعة في مثل هاي الحالات. وتم الحمد لله أن معاينة المستشفى الميداني لمبنى العزل من إدارة الصحة العامة ومن اللجنة العليا لمكافحة الفيروس ومن هيئة تنظيم المهن الطبية، اللي جميعهم أشادوا بالإجراءات اللي اتبعت في المبنى نفسه. ولم يعد خافيا على أحد عملية التسييس المشبوهة التي تتعرض لها أوضاع النزلاء، إلا أن رد النزلاء أنفسهم من يدحض تلك الدعوات الخبيثة. ذكر إدارة مركز الإصلاح والتأهيل ما قصروا ويانا من بداية الجائحة، حين سنة تقريبا مرت وحاطينا في أمان، موفرين لنا كل إجراءات السلامة، التطعيم موجود، وفر لنا كل أنواع اللقاحات موجودة في البحرين، ما قصروا وبشكل دوري يجون يطهرون المبنى، وموفرين لنا كل إرشادات اللازمة حق نوقي نفسنا. وأحب أطمن الأهالي وأطمن الناس برا أن أمورنا طيبة، ما في عندنا ولا شيء، ولا يصدقون الإشاعات، وفي مراكز رسمية يأخذون هالأخبار، وأطمنهم إحنا ما فينا ولا شيء، أمورنا كلها طيبة الحمد لله. أخذنا الإجراءات الاحترازية، إجراءات مشددة لصحتنا، والله الحمد استقرينا الحين، وأنا تعافيت من الفيروس، هذا أنا ما في شيء. الإصلاح والتأهيل جهة إنفاذ للقانون تتيح خدمات متقدمة لكافة النزلاء، وتضع في مقدمة أولوياتها صحة وسلامة النزلاء، وهو أمر مشهود للجميع.